إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نتطرق إلى التمرين الأول في الأعداد المركبة. لازم تعرفوا التمارين هذه كيفاش تتكون، ولا تعرفوا كيفاش الأسئلة راح تكون. التمرين ينقسم إلى قسمين، قسم حسابي وقسم هندسي. الجزء الحسابي فيه معادلة من درجة ثانية أو ثالثة. المعادلة هذه دالتا تاعها إذا كانت من درجة ثانية دالتا تاعها سالب، ما نحلوهاش في R. طبعا نحلوا المعادلة هذيك، وهناك بعض المشاكل الحسابية، مثلا عدد أس 2020 كيفاش نحسبوه، مثلا عدد أس آن متى يصبح حقيقي أو تخيلي صرف. كاين بعض الأسئلة اللي لازم تعرفوها هذا في الجانب الحسابي. بالنسبة للجانب الهندسي، عندك هذوك الحلول اللي تلقاهم يرجعوا صور لنقاط لواحق، يرجعوا لواحق لنقاط من المستوي، ثم يبدأ عندي مشكلة عن نقاط. راكم عارفين الهندسة المستوية والمشاكل ممكن طرحها، مثل إثبات أن مثلث قائم مثلا، أو متساوي الساقين، أو متقيس أضلاع، أو مشكلة رباعي إثبات أنه معين إلى آخره. نحاول نطرق كل هذه النقاط بالعقل. بين المشاكل الهندسية هي كيف نحدد صورة نقطة بتشابه أو تحاكي أو دوران أو انسحاب إذا تحولت نقطية بصفة عامة. والتمرين هذا كان يعالج بعض المشاكل، إذا نحاولوا نتبعوا بالعقل. التمرين الأول في الأعداد المركبة، إذا هنا كل واحد يكتب التمرين ويحاول فيه قبل لا يشوف الحل. عندي معادلة بسيطة جدا، معادلة من درجة ثانية، زاد مربع زاد مربع ناقص زاد زائد واحد يساوي الصفر. سمي لي حلول زاد صفر وزاد واحد الحلول، بحيث ايماجينير زاد صفر كبر من الصفر. طبعا المعلومة هذه تاع ايماجينير زاد صفر كبر من الصفر، ما هو الهدف منها؟ هو اننا نكتب كل هناك نفس الكتابة. انا نسمي زاد صفر زاد واحد، وانت تسمي زاد صفر زاد واحد، باش تكون نفس التسمية على نفس العدد. يقول لي ايماجينير موجب، دوك نشوفوها في الحل. اكتب العدد على الشكل الجبري، ال يساوي زاد صفر اس 2020 زائد زاد واحد اس 1440، ثم المستوي منسوب الى معلم، يعني نفوتوا الجانب الهندسي. المستوي منسوب الى معلم تاع متجانس، نعتبر النقاط ا بي لواحقها زاد صفر زاد واحد على الترتيب. اوجد سي صورة ا بالتشابه المباشر الذي مركزه بي ونسبته جذر 2 وزاويته بي على 4. برهن أن المثلث ABC قائم في أو متساوي الساقين. حاولوا تتبعوا معي الحل بالتفصيل وبالعقل. إذا عندي المعادلة زاد مربع ناقص زاد زائد واحد يساوي الصفر، نحلوا كل عادة كما موالفين. صح، دلتا يساوي ب مربع ناقص 4 AC كل عادة يساوي، عندك هنا البي ناقص واحد مربع، واحد ناقص 4 يساوي ناقص 3. هذا العدد يساوي جذر 3 اي كل مربع. هذه أول حاجة. دائما دلتا نلقاو عدد سالب، نلقاو يساوي ناقص أ، حيث أ موجب. إذا مباشرة تكتبو نتايا جذر أ اي كل مربع. يا أخي ماذا بينا نلقاو دلتا موجب، ماذا بينا نلقاو دلتا 25 مثلا مربع تام. الآن أي عدد نكتبو على شكل مربع تام، مثلا ناقص 4 نكتبوها 2 اي كل مربع. ناقص 4 هي 2 اي كل مربع. واش درت؟ جذرت الربعة والناقص رجعتها اي وربعت الى اخره الى اخره. كما هنا لقيت ناقص 3 رجعتها جذر 3 اي كل مربع، على جال باش كي نجذر يروح تربيع، ولو ان الجذر في الاعداد المركبة غير موجود، يعني جذر اللي عرفته في الاعداد الحقيقية مش هو نفس الجذر يعني هنا. ولكن معليش احنا نقولوا نتجاوزوا بعض التعبير، نقولوا يروح الجذر مع التعبير، كي نجذر يروح الجذر مع التربيع كي نجذر دلتا. اذا الحلول زاد صفر زاد واحد ناقص بي، اذا ناقص واحد ناقص ناقص واحد ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا يساوي واحد ناقص، كي تجذر انت هذا العدد يخرج لك جذر 3 اي، يروح الجذر مع التربيع على 2 ا، إذن يساوي واحد على اثنين ناقص جذر ثلاثة على اثنين اي زاد واحد يساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على اثنين ا، ويساوي ناقص واحد زائد جذر ثلاثة اي على اثنين، ويساوي واحد على اثنين زائد جذر ثلاثة على اثنين اي،
وهي حلول المعادلة. الآن وين راه زاد صفر وزاد واحد؟ قال لي ليماجينير تاع زاد صفر موجب. نعاود نصحح الكتابة تاعي. إذا هذا نسميه هنا زاد واحد، وهذا نسميه زاد صفر. زاد واحد زاد صفر هو ليماجينير تاعو موجب، وزاد واحد هو الحل الآخر. إذا حلول المعادلة هما زاد صفر يساوي واحد على اثنين زائد جذر ثلاثة على اثنين اي، وزاد واحد يساوي واحد على اثنين ناقص جذر ثلاثة على اثنين اي. هذا بالنسبة لي السؤال الأول. إذا هنا السؤال الأول نعاود نديرو مراجعة هكذا، ولا نديرو تعميم. نلقاو معادلة من درجة ثانية، زاد مربع زائد ا زاد مربع زائد ب زاد زائد سي يساوي صفر. كي نديرو دلتا يرجع يساوي ب مربع ناقص ربع ا سي. إذا هنا لا داعي للشرح أكثر في هذا الموضوع، هذا تعرفوا. ولكن احنا المشكل كي تلقى هنايا ناقص 12 دلتا، إذا رجعوا جذر 12 اي يكون مربع. إذا تلقى ناقص 9 رجعوا 3 اي يكون مربع. باش كي دير الجذر يروح الجذر مع التربيع. وراني نقول لكم بلي ما كانش الجذر في مجموعة الأعداد المركبة، ولكن تجاوزا فقط نقولوا يروح الجذر مع التربيع. هذا بالنسبة لي حل معادلة من الدرجة الثانية. فيما بعد طالي ال يساوي زاد صفر قوة 2020 زائد زاد واحد قوة 1440. تعلموا كيفاش هذا العدد تبسطوه. أنا كي نشوف العدد هذا ولا أي مشكل في الأس، كاين مشكل في الأس نستعمل الشكل الأسي. لدينا زاد صفر يساوي واحد على اثنين زائد جذر ثلاثة على اثنين اي، زاد صفر يساوي طاولة واحد إكسبونونسيال اي بي على ثلاثة، وزاد واحد هذا بالنسبة للشكل الأسي تاع زاد صفر. زاد واحد يساوي المرافق تاعو يسمى إكسبونونسيال، يساوي واحد على اثنين ناقص جذر ثلاثة على اثنين اي. إذا زاد واحد يساوي إكسبونونسيال ناقص اي بي على ثلاثة أس. هذو الحلين. ال يساوي زاد صفر أس 2020 زائد زاد واحد أس 1440. إذا يساوي إكسبونونسيال اي بي على ثلاثة أس 2020. أي سؤال يكون كاين مشكل في الأس نستعملو الشكل الأسي. أنا يعني الشكل الأسي كاين بعض الخواص في الدالة الأسية تساعدني كذلك. زائد إكسبونونسيال ناقص اي بي على ثلاثة أس 1440 رحمه الله يساوي، طبعا نعلم أن أ أس أن تذكير أ أس أن الكل أس أن يساوي أ أس أن في أن، يعني نضربوا الأسس. وبالتالي نطبقوا الخاصية إكسبونونسيال إي 2020 بي على 3 زائد إكسبونونسيال ناقص إي 1440 بي على 3. طبعا هنا كاين دورات زيادة باش نحوهم. بلي كي نتحصل على زاوية زائد 2 كابي نحكم 2020 نقسمها على 6 على الدوبل تاع المقام، يعني 2020 تقسيم 6 استعمال آلة حاسبة. تساوي 6 في 1936 زائد 4 نفس العمل بالنسبة ل 1440. إذا هنايا لدينا 1440 تساوي 6 صح. إذا هنايا حسبنا الأعداد هذه بالقسمة الإقليدية. الآن كي نرجعوا للعدد ال يساوي إكسبونونسيال إي، في عوض لنكتب 2020 على 3 هذا العدد، أولي باش نكتب 2020 لا نكتب 6
في 336 زائد 4 بي على 3 زائد إكسبونونسيال إي في عوض نكتب 1440 على 3 لا نكتب 6 في 240 بي على 3 هنا كاين إشارة النقص صح إذا يساوي كي نقسمو الكسر هنايا ترجع لك إكسبونونسيال إي 6 في 336 على 3 ترجع لك 2 في إذا 6 في 336 على 3 بي زائد 4 بي على 3 إذا هنايا 4 بي على 3 زائد إكسبونونسيال إي ناقص إي في 2 في 240 بي 6 على 3 تساوي 2 إذا نقسم على الدوبل تاع المقام باش تظهر لي 2 كابي ونعلم أن إكسبونونسيال تيتا زائد 2 كابي تساوي إكسبونونسيال إي تيتا إكسبونونسيال إي تيتا زائد 2 كابي تساوي إكسبونونسيال إي تيتا كي ندورو دورات زيادة طبعا راح نرجعو لنفس العدد إذا تساوي إكسبونونسيال إي 6 على 3 زوج في 336 بي زائد 4 بي على 3 زائد إكسبونونسيال إي في 2 في 240 بي بالنقص إذا يساوي كي تلقى 2 كابي تعوضها بصفر تروح بصفر إذا هنا ترجع لك صفر ترجع لك إكسبونونسيال إي 4 بي على 3 زائد إكسبونونسيال صفر 1 هذا يرجع لك إكسبونونسيال صفر إذا تساوي الآن نرجعوا للشكل الجبري طلب مني الشكل الجبري من خلال الشكل الأسي إكسبونونسيال 4 بي على 3 نقدر نرجعوا للشكل الجبري إذا الأعداد الشهيرة 1 على 2 جذر 3 على 2 إي الربع الثالث إذا ناقص ناقص الكل زائد 1 وبالتالي في الأخير آل يساوي ناقص 1 على 2 زائد 1 هو 1 على 2 ناقص جذر 3 على 2 إي أصبح آل ينطبق على زاد صفر هذا بالنسبة لي الجزء الأول والجانب الحسابي اللي اقترحته في التمرين الأول إذا الجزء الثاني أعطى لي المستوي منسوب إلى معلم تاع التجانس النقاط هذيك أ بي نحاولوا نديروا رسم نحاولوا من عندنا يعني باش يكون حل المشكلة الهندسية يكون بسيط صح الرسم أ هي زاد صفر سما نسب يعني بالتقريب الأ راح تكون هنايا البي راح تكون هنا المطلوب ما هو هو ايجاد سي صورة ا بالتشابه الذي مركزه بي وزاويته بي على 4 و نسبته جذر إذا هنا المعادلة اللي لازم المعادلة اللي نحل بها التحويلات النقطية كلها هي أقواس تساوي أقواس يعني عندي أعداد مركبة نضربوهم ونطيحوا في أعداد مركبة إذا قال لي سي صورة أ نديرو زاد أ منه وزاد سي منه لازم تفهم بلي الصور منه والسوابق منه فقط الآن المركز بي ناقص زد بي منا ناقص زد بي منا وقال لي النسبة جذر 2 نضرب في جذر 2 وقال لي الزاوية بي على 4 نضرب في العدد المركب الذي يحمل الزاوية بي على 4 اللي هو جذر 2 على 2 زائد جذر 2 على 2 اي وانا دائما نحاول ننتظر الأسئلة تاعكم ونشوف يعني هل المعادلة هذه واضحة يعني هنا دائما معادلة نحلوا بها جميع الأسئلة تاع التحويلات النقطية نحطوا السوابق منا نضربوهم نطيحوا في الصور منا إلا كانت مش واضحة طبعا حاولوا تعطوا لي الأسئلة ونشوف كيفاش نعاود نحل المشكل هذا صح نلقاو دائما مجهول واحد أنا عندي المجهول سي إذا زاد سي يساوي زاد سي يساوي كي ننشروا هذا العدد تاعنا واحد زائد إي زاد أ ناقص زاد بي الكل زائد زاد بي إذا تطبيق عددي زاد سي يساوي واحد زائد اي مضروب في زاد ا هي زاد صفر هي واحد على اثنين
زائد جذر 3 على 2 اي ناقص زد بي اللي هي زد 1، اذا ناقص 1 على 2 كانت ناقص ترجع زائد جذر 3 على 2 اي، كل زائد زد بي، زد بي هي زد 1، اذا 1 على 2 ناقص جذر 3 على 2 اي صح، تساوي 1 زائد اي مضروبة في هذا العدد، يروح مع هذا العدد تبقى لك دم هذا جذر 3 اي الكل زائد، اذا هنايا مضروبة في جذر 3 اي الكل زائد 1 على 2 ناقص جذر 3 على 2 اي، اذا يساوي حساب شويه برك ماشي حاجه صعيبه، اذا يساوي جذر 3 اي ناقص جذر 3 زائد 1 على 2 ناقص جذر 3 على 2 اي، بسطوا شويه هذا مع هذا يطلع لك جذر 3 على 2 اي زائد 1 على 2 ناقص جذر 3، هذا هو زاد سي. اذا كنحاولوا نمثلوها في المعلم اللي فات، عندك هنايا نصف ناقص جذر 3 على 2 تحنا عدد سالب، و جذر 3 على 2 راح يكون هنا هذه النقطة سي. ولاحظوا هنا من خلال الرسم دائما يعطينا تخمين، الرسم يعطينا تخمين للشكل، لاحظوا باللي الشكل قائم في أ ومتساوي ساقين، ولكن المشكل طريقة الإثبات. هذا بالنسبة للسؤال الأول. سؤال ثاني إثبات أن المثلث ABC قائم في أ ومتساوي الساقين. إذا هنايا لقيت الـ A هنايا والـ B هنايا والـ C، حبيت نبرهن بلي المثلث قائم في الزاوية A ومتساوي الساقين، يعني هنايا كاين واحد الكسر، هذا الكسر لازم تتعلموه، يعني الكسر هذا كيف يكتب، يعني الكسر اللي تكتب لازم الشرح يكون هندسي، يعني كاين بداية ونهاية. ها عندك المثلث، هاي الزاوية أ، كاين بداية ونهاية، إذا لازم بداية، أنا لو كان خيار ذي بداية وذي نهاية نلقى روحي نمشي كيما الساعة، خطأ، خيار ذي بداية وذي نهاية، هذا البداية تروح لهذي عكس الساعة. أما لا إيه، هذا هو الاتجاه المباشر، إذا هذا القلم هو البداية، هذا القلم هو النهاية. شوفها في الرسم نتاعك، عندك شعاع البداية هو أسي، شعاع النهاية هو أبي، صح، الكسر في النهاية تجي في البسط، زد بي ناقص زد أ، النهاية تجي في البسط والبداية تجي في المقام، على زد سي ناقص زد أ. أنا طلبت منك تبين لي بلي الزاوية ذي قائم، النهاية تجي في البسط تاع الكسر والبداية تجي في المقام تاع الكسر. طبعا النهاية كي نقول لك أبي تقول لي زد بي ناقص زد أ، هذا الشعاع، يعني الشعاع أبي كيفاش نعبروا عليه بالأعداد المركبة، نقولوا زاد النهاية ناقص زد البداية. إذا هنايا لازم تعرفوا تعبروا على شعاع أبي بالأعداد المركبة، نعبر عليه بزد بي ناقص زد أ، مثلا لازم تعرفوا تقيسوا الزاوية ما بين شعاع البداية UV شعاع النهاية. طبعا شعاع البداية يتكون من عددين مركبين، مثلا نقولوا AB، خلينا من التمرين ماشي نحكي على التمرين هذا، AB AC مثلا، كيفاش نقيس الزاوية ذي؟ لازم ندير كسر شعاع البداية شعاع النهاية، النهاية تجي في البسط زد سي ناقص زد A، والبداية تجي في المقام زد بي ناقص زد أ. لارغيمون تاعو هي قيس الزاوية، هي قيس الزاوية. الآن في التمرين تاعي طلب مني إثبات أن المثلث قائم، شوفوا صفحة جديدة، إذا هذا طلب مني إثبات أن المثلث هذا قائم،
A C B صح. كاين الشعاع هذا والشعاع يحصران زاوية، حبيت نبرهن بلي الزاوية هذه قائمة. إذا شعاع البداية شعاع النهاية، لماذا اخترت هذا شعاع البداية وهذا شعاع النهاية؟ لأنه يتمشى كي نقلع منه ونروح للزوج نلقى روحي نمشي عكس دوران عقارب الساعة، هذا البداية وهذا النهاية، النهاية تكون في البسط، هذا الشعاع يكون في البسط والبداية تكون في المقام. إذا زد سي ناقص زد أ، هذا العدد لارجيمون تاعو هي الزاوية هذه، وهذه معلومة مهمة جدا لازم تعرفها. نروحوا للجانب الحسابي. إذا حل السؤال الأخير، السؤال الأخير قلنا طبيعة المثلث، أنا خدمنا الكسر هذاك أ سي بي، النهاية هي بي، إذا زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد أ. هذا العدد لازم طويلته واحد، قال لي متساوي الساقين، كيكون الطول واحد معناتها الطول أ بي يساوي الطول أ سي، وقائم لازم تكون لارجيمون تاعو بي على اثنين، لو كان تركز مليح لازم يكون النتيجة تساوي إي بالضبط. إذا يساوي، لأن العدد المركب إي هو العدد طاولته واحد وزاويته بي على اثنين. إذا زد بي، زد بي هي واحد على اثنين ناقص جذر ثلاثة على اثنين إي، ناقص زد أ ناقص واحد على اثنين ناقص جذر ثلاثة على اثنين إي. جماعة أنا نحسب، أنا متأكد باللي الأخطاء راح تروح في أقواس، تروح في كيما هنا نحسب حساب مباشر، مانيش داير المشكل تاع الأقواس، يعني المشكل تاع الأقواس هذاك يتحل لو كان دير أنت محاولة، لازمك دير محاولة قبل لا تشوف الحل، باش تعرف وين راحت لك، يعني راح تروح لك في ناقص في، لأن العمل واضح، يعني طريقة العمل واضحة. تقسيم زد بي، والله زد سي هي واحد على اثنين ناقص جذر ثلاثة زائد جذر ثلاثة على اثنين اي ناقص زد أ اللي هي واحد على اثنين ناقص جذر ثلاثة على اثنين اي. إذا تساوي كما هذا العدد البسط النص يروح مع النص، تبقى لك ناقص جذر ثلاثة اي المقام، عندك هنا النص يروح مع النص، جذر ثلاثة على اثنين تروح مع جذر ثلاثة على اثنين اي، تبقى لك ناقص جذر ثلاثة وتساوي اي. صح. ماذا نكتب الآن؟ يعني هنا كاين التفسير الهندسي لعمدة العدد المركب. ماذا نكتب؟ نكتب لدينا أرجيمون العدد المركب اللي خدمته زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد أ تساوي بي على اثنين، يكافئ منطقيا، يكافئ أن قيس الزاوية المحصورة ما بين شعاع البداية AC وشعاع النهاية AB تساوي P على 2. يعني هنا كي تجي دير تفسير الهندسي في بعض التمارين يطلب منك صراحة دير تفسير الهندسي، انت دائما لازم دير التفسير الهندسي، لان وش علاقة أرجيمو عدد مركب مشكل هندسي، لازمك دير تفسير الهندسي. الأرجيمو تاع العدد المركب المقام هو البداية دائما والبسط هو النهاية، دير قيس الزاوية المحصورة ما بين شعاع البداية وشعاع النهاية يساوي بي على اثنين. لدينا طاولة زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد أ يساوي الواحد، يكافئ أن الطول أ بي يساوي الطول أ سي. هذو الزوج معلومات تخليني نقول باللي المثلث أ بي سي إذا قائم ومتساوي الساقين، وقائم وين؟ قائم في أ، قائم في أ ومتساوي الساقين وهو المطلوب إيجاده. انتهى التمرين. إذا كملنا مع بعض التمرين جماعة، الموضوع موش معقد بزاف، يعني نحلو بعض المشاكل الهندسية ثلاثة ولا أربعة تتضح الرؤية بشكل جيد. التمرين الجاي ديروا فيه محاولة، لازمكم ديروا فيه محاولة، لازمكم تعطوا لي أسئلة، لأن بالمحاولة تاعكم نعرف كيفاش نطرق الموضوع، ونعرف كيفاش نعالج المشاكل، ونعرف كيفاش نخدم لكم تمارين أخرى. وما تحقروش تمرين وما تخافوش من تمرين فقط وخلاص، هذا ما كان.
بهذا نكون كملنا الحصة الأولى يعني في الأعداد المركبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.